وينضم إلينا من المنوفية مراسل النيل وليد هيكل. وليد، أطلعنا على آخر المستجدات لديك. صباح الخير زميلاتي العزيزة، ومتابعة مستمرة بالفعل معكم من خلال شاشة قناة النيل للأخبار لتغطية أو لسير العملية الانتخابية هنا من محافظة المنوفية. اليوم الثاني على التوالي من الانتخابات البرلمانية هنا في محافظة المنوفية. بالفعل التزمت جميع اللجان بفتح اللجان والمقار الانتخابية في تمام 9 من صباح هذا اليوم، وبدأت العملية الانتخابية بالفعل. بعد ذلك توافد الناخبون للإدلاء بأصواتهم داخل اللجان وداخل المقار الانتخابية. ساعتان فقط هم العمر الزمني منذ أن بدأت اللجان تستقبل الناخبين، لكن عملية الإقبال بدأت تتزايد خلال الساعة الحالية التي نحن نتحدث بها الآن. بالفعل تواجد أمني وشرطي من خلال القوات الشرطية هنا في من خلال مديرية أمن المنوفية لتأمين كافة اللجان وتذليل العقبات أمام دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم. عملية بالفعل كذلك عملية التطهير والتعقيم تستمر على مدار اليوم منذ أن بدأت اللجان منذ 9 صباحا، وبمدار كل ساعتين يتم تعقيم اللجان وذلك حفاظا على أرواح الناخبين. وكذلك عملية التباعد الاجتماعي تسير بالفعل منضبطة من خلال توافد الناخبين في طوابير منتظمة. نعم، أشكرك الزميل وليد هيكل من المنوفية.